مارك بيروتي مع اليوم بنيتشر، وحتى اليوم ومن خلال الطبيعة رح نحكي عن قصة عيد الفصح من خلال الطبيعة. بونجور مارك. هاي تينا. تمام. الطبيعة كتير بتخبرنا قصص وأقدم منا بكتير، وفي كتير قصص تعلمناها من خلال النباتات والزهور. شو الصلة بين عيد الفصح وطبيعتنا مارك؟ بكتير أساس حسب كيف بدنا ناخذها. يعني أوقات نحن عيد الفصح هو كمان هو عيد القيامة وكمان الانتصار على الموت، وبالطبيعة بتعمل هذا الشيء دائما. فلدرجة بتجدد خاصة كمان في كتير من النباتات أو حتى الحيوانات يلي هن بيرمزوا لعيد الفصح. هن موجودين من كتير زمان، وهن يعني بالآخر حتى يعني أو قصص صارت أو حتى أوقات عند المسيحية قرروا ياخذوهم كمان سيمبول لعيد الفصح. وكل شيء بنشوفه عيد الفصح بنجي بننبش كيف خلقت من وراء هالشغله، يعني ان كان اوقات الارانب او ان كان البيض او حتى بعض النباتات. انا اليوم رح نركز اكثر على النباتات. أوكي. بس هذا العيد يعني ان كان بالطبيعه او بحياتنا اليوميه بخلينا نفرجي انه ما في شيء اسمه صعب، يعني اذا بتطلع او مستحيل، يعني اذا بتطلع كيف يسوع عاش وكيف مات وكرمالنا وهيك بنشوف بعدين بنشوف كثير هذا الشيء بالطبيعه. وشو ما نقطع بفتره سوداء فيها من بعدها في القيامه من بعدها، وهذا السيمبول اللي رح نشوفه وين ما كان ورح نحكي عنهم. هلا رح بلش انا بكم نبته بالاول، خاصه وكل وحده عندها رمز يعني اكيد. فرح نبلش نحكي عن الليس اللي اليوم البيضاء، يلي هي اذا بدنا ننقي نبته بترمز لعيد الفصح هي هذه النبته. فمنشوفها وين ما كان اصلا، منشوفها حتى قبل الفصح، يعني العذراء دائما مصوره مسكتها بعيده مثلا بالصور هيك قديمه. هلا وبنشوفها كثير على الفصح. الخبريه بتقول انه الليس كانت نبته جدا شايفه بحالها، كان دائما وقفت لوع، ولما كان يقطع يسوع يبشر كانوا كل النباتات ينحنوا الا اليوم. حلو. هي ما قبلت بحياتها تنحني. فبيقولوا من بعد ما اكيد يعني اكيد انا نحكي عن هذه شغله منيحه ولا مش منيحه؟ لا ما نسبه للمسيح. لا ما هي الفكره. بعدين لما اكيد اجى عيد الفصح، يعني لما انصلب يسوع وقام من الموت، هي اعترفت انه هو ابن الله وانحنت له مثل الصوره وضلت منحنيه لها من وقتها بقيت 100%. فمشان هيك بنشوفها كثير وين ما كان لليس. والحلو كمان ليه كمان قررنا ناخذها سيمبول، لانه هي كمان بل بس هذه شوي توما كانت. اي شوي توما. فهي كمان لانها بصله، والبصل الحلو فيهم مثل التوليب مثل كل هول يلي كمان بنشوفهم كثير عيد الفصح، لانه البصله كمان هي سيمبول للموت وبعدين في الحياه بترجع، يعني كمان هن بيروحوا بيختفوا. يعني اذا بتشوف هالليليوم او توليب بيكونوا زهور حلوه وورق حلو بعدين بيختفوا بيرجعوا. بس كذا مره بتقلنا انه لازم نخبيهم بالعتمه بدهم يقطعوا بهالفتره تيرجعوا يعيشوا عن جديد. هيدا سيمبول بنشوفه كثير بالطبيعه وين ما كان، ان كان حتى بالبزر مره حكينا عنهم. فلازم يتخبوا، لازم يقطعوا بفترة صعبة ليرجعوا يبينوا. يعني هيدا الفكرة منهم. طلعت حبيت كمان نحكي عن الفراشة والكاتربيلر، وحطيت كمان كوت لأنه اليرنكة كمان بتقطع بفترة كتير طويلة تغيرات 100%. وهي كانت يعني إذا واحد بدنا نهينا هي كانت تفكر حالها دودة يعني مزبوط. وبعدين بتروح تقطع بكوكون يلي كمان على الشرنقة يلي هي بتحس حالها ماتت كأنه مزبوط. ومن بعدها بتصير الفراشة. فكمان الفراشة في كتير مطارح هي بزينة باك كرمال هذا الشيء يلي كمان أنه في حياة بعد الموت. يعني هيدا الفكرة تبعها. والسيمبول كتير كبير هو البيت كمان. نعم. يلي معروف كل شيء عنه، يعني ما رح نرجع هلا نحكي. يعني هالمساج بنشوفها بكذا مرحلة من حياة الإنسان كمان، مش بس من خلال الطبيعة، لأنه السيدة لما تولد صح بتقطع بهالفترة بتفكر إنه انتهت حياتها، عم توصل على الأخير وترجع حياة جديدة بتبلش من وراها. مهم نكون عم نآمن بالموضوع ونعرف إنه من بعد النفق في الضوء وكل هال وبدها مسابرة وبدها إرادة كمان 100%. ليك ما زال قلت هذا الشيء، انا قفيت هالصور رح ارجع ردهم، حطيت وحده هلا. هلا نحط هيدا الصوره على قصه الاراده المسابره، لما بتشوف there's always a way. 100%. فهيدي الفكره منها. فهول كنا عم نحكي عنهم اكيد هالاشياء. هلا بعدين باك في فتره قبل، يعني نحن اوقات كمان ما بننتبه لها كثير، اللي هي وقت يسوع صام 40 نهار بالصحراء. وهون شغلة كتير مهمة، لأنه كمان الصحراء هي النباتات اللي بعيشوا بالصحراء هن نباتات يعني بيقدروا يتأقلموا ويا وحتى هونيك يعني يسوع تجرب بالصحراء، يعني قد ايه الصحراء قوية يعني. نعم. وفي نباتات هونيك بعيشوا كمان يعني هيدا من القلة بعيشوا 100%. وبعدين يعني الصحراء أكيد شيء كتير صعب، بس اللي بيقدر يقطع الصحراء
والنباتات اللي بيقدروا بعدين يعيشوا بالسهره فيهم يعيشوا وين ما كان. يعني بناخذ انا اكزامبل الكاكتوس يلي هي فيها تعيش بمطرح من دون مي شمس عليها، بعدين بنقدر نحطها بمطرح من دون ضوء لانه قدرت قوت حالها بمطرح كثير صعب. هيدي الفكره منها. هلا رح نروح على اشياء ثانيين، يعني اليوم حبيت نخبر كذا خبريه. في نبته نحن كثير بنعرفها بلبنان اسمها أرب دو جودي او بنسميها بالعربي زمزري او سجريه، حسب كمان اكيد مش حسب الانجيل، نحكي حسب خبريات بيعتبروا انه هيدي هي الشجره يلي يهوذا انتحر عليها، مشان هيك اسمها أرب دو جودي او دو جودا. هلا اذا واحد بيطلع عليها كمان عن قريب بشوف الزهور تبعها بيطلعوا ديركت على الجذع مثل هون. حلو. فاسمها الفرنسي ولا هي الشجره لارم دو ماري لانه هن حسوا كانه يهوذا انتحر عليها، بس هول دموع العذراء عم تبكي بكيت عليه. فنشوف كيف بيخلقوا الاسامي. حلو كثير. وفي كتير دراسات صارت كمان على كمان يعني وقتها بتعرفي حطينا على راسه ليسوع الشوك. ففي كتير دراسات شو هن الشوك، في ناس بيقولوا هيدا هي الباليوريوس هون عم نشوفها يلي بعدين انلفت وصارت هيك، في ناس بيقولوا هيدا الأوفوربيا يلي اسمها شوك المسيح بالعربي، في كتير دراسات عليهم، في النبتة نحن عنا إياها اسمها السدر المعرفة، في كل يعني إذا واحد بده يشوف حسب البوتانست شو عم بجربوا يكون شو هو الشوك ما بيقدروا يخلصوا. وفي البلان يلي ليك شو حلو كيف بتكون حتى الشوك عليه من فوق مثل صليب إذا بتطلع. فهلا بعدين في كتير دراسات على الموضوع لحد ما أكيد هلا في كتير دراسات عم بتصير على الكفن المسيح يلي ولموا البولنز منه للكفن وعم يندرسوا. هلا اكيد في كثير دراسات ونقدوا بعضهم، بس انا حبيت فرجة شو هن النباتات المعقوله كانوا من وراء البولنز اللي من وراء البولنز. فواحده منهم هي العكوب يعني نحن بنعرفه كثير، بس نحن بناكل عكوب وهو صغير، بس لما يكبر بصير هيك وبيقولوا انه سو كمان فيه شوك. فيه شوك 100%. وحاليا حسب دراسات عم تصير كثير جديده معقول تكون هيدي النبته كمان كانت الفا. هلا مش الفكره مش ضروري نعرف مش نعرف شو هو مش 100%. مزبوط. الفكره هو انه هالكفن اللي دائما بيندرس يعني والفكره كمان انه نعرف انه البولن تبع النباتات فيه يعيش 2000 سنه ويضل يعني حتى النباتات عندهم طريقتهم اذا بدنا نقول ليساعدونا بقصة سيانتيفيك كمان ليعطونا اكثر يوصلونا لشيء 100%. هلا بعدين في يسوع من بعد يعني على يعني هو عم بيروح قبل ما ينصلب قطع بفترات كثير صعبه في الخمسه جروحات في كثير اساس ومنهم كمان معروف كثير انه لما اعطوه خل ممزوج بمر يلي هو المر يعني هو بتشبه كثير البخور، بس لما نحطه مع الخل بتصير طعمته كثير اقوى كثير كريهه يعني ما حدا بيقدر يستعملها. فكمان في كثير دراسات على شو كانوا هالنباتات، بس كمان يعني تنشوف انه حتى الخل وحتى المر هن انه نباتات يعني بالاخر جايين منه. ودائما كمان دائما كانوا بجربوا يكون في نباتات بترمز انه العذراء عم بتشوف ابنها يلي عم ينسلب قدامها. وهي هيدي نبته هون عم نشوفها قدامنا بسموها كور دو ماري او لارم دو ماري دي شانترا، بس بتطلعي فيها بتشوفي كانه قلب. هيدي زهره النبته؟ هيدي زهره مزبوط 100%. بتشوفي انه كانه القلب تبع هون هلا هنا عم بيحكوا عن عذراء اكيد وطالع منها مثل سيف. فمشان هيك كمان دي شانترا اسمها هيك حلوه كثير حلوه. ف يعني هيدي كمان شغله بتفرج قد ايه الطبيعه في قصص حلوه، اكيد البوتانست شافوها هيك يعني هيدي الفكره منها كمان. بعدين في عندنا كثير دراسات على الخشب يلي انسلب عليه اكيد، بس هون عم نحكي دراسات ما عم نقول مش ضروري يكون الكنيسه بتعترف فيهم او بس انه الفكره يعني لانه في كثير من البوتانست بس شيء مثل الخشب هين الواحد ايه بس بدنا نثبت اذا كان هي الخشبه تبع الصليب من 2000 سنه لا بس انه كبالمنطقه شو كان موجود 100% يعني 100%. فهلا واحده من الاخبار انا بحب خبرها كثير هي عن الحور. فبيقولوا انه الحوره هي مثل الليس اللي شفناها قبل كثير هيك هون بالفرق انه هي دائما طالعه وشامخه وبتعرف شايفه كثير بحالها مستقيمه وهيك، فعلى الخشب من الحور عملوا صليب المسيح. هلا هي من وقتها عرفت انه على خشبها رح ينسلب سيد المسيح صارت ترجف، مشان هيك لحد اليوم الحور بيرجف مع الهواء بيقولوا. واسمها اللاتيني البوتانست سموها تيمنا بهذا الشيء سموها بوبيلوس تريمولا يعني البوبليه كي ترامب يعني بيرجف. فكمان هيدا اكيد واحدة منهم. هلا بعدين في صوره حلوه من بعد ما انسلب يسوع الصليب يوسف الرامي اخذه وبيقولوا انه يعني اذا بدنا نقرا الانجيل هلا هون لازم واحد يقرا العربي بس بعدين فرنساوي وانجليزي هلا بالكلي لانه بيقولوا انه لما نزلوا حطوا له طيب على جسمه وحسب الدراسات وكيف مكتوبه بالفرنساوي بيقولوا الويس امير. نحن اول فكره دغري بنفكر عم بيحكي على الالوي فيرا الالويس وهيك،
بس هي ما كانت موجودة عندنا بروبابلمون من 2000 سنة. فإذا عملوا شوية ريسيرش وقسم بالعربي مكتوب العود والمر. أوكي. فالعود درست شو ما قلتكم وهي مش الألويس بروبابلمون مثل ما الناس بفكروا، عم بيدرسوا كثير عليها، هي نبتة عم شوفها هون قدامنا، لما بيجي عليها نوع مشروم يعني فطر ايه بتمرض بس. اوكي. بتصير سوداء هيك من جوا، وهيدا منه اللي بيعملوا البارفان العود اللي كثير مشهور. فهلا كمان هول لانه معروف بالمنطقه 100%. فهلا هون في كثير دراسات، لو بدي اقول لك من عقدها بعد كثير، لانه الفكره يعني هو بتعرف قديش هو غالي العود وهيك. ففي كثير دراسات شو ما اقول لكم، بس كمان انا عم بحكي انه مش مهم، هي الفكره انه في كثير ناس بحبوا يعرفوا شو نحط على إيه؟ على المسيح. على المسيح يعني اخر شيء. فالعود والمر هن هول يعني، وهون كلهم كمان دائما بيستعملوا حتى اوقات كسامبول، لانه هي بتصور مكتوب كان 100 ليره او 100 مسكال حسب كيف منترجمهم يعني كونتيتيات انورم يعني. نعم. فهون كمان تنعرف هالنباتات اللي نحطه على شو كانت، وحتى يعني نلف بكفن كان معمول من الكتان، فكمان الكتان هو نبته. شوفي قد ايه الطبيعه مزبوط. كمان شاركت بالجمعه العظيمه. هلا بعدين دائما من بعد الالام ومن بعد الشوك ومن بعد كل هول في القيامه. وفي كثير نباتات بسموهم حتى ريزوركشن بلانتس، يلي هن نباتات القيامه، لانه بيقطعوا بتقريبا ماتوا وبيرجعوا نفس الطريقه يعني 100%. وفي كثير كمان شافوا فيهم دائما سمبول الفصح وألام المسيح وهيك. رح فرجي منهم اثنين انا، وحده منهم نحن بنسميها كثير عندنا، حتى هي ما منها موجوده بلبنان، بالبلدان العربيه بس بتنباع بلبنان، اسمها كف مريم. هلا هيدي كيف بتكون بالصحراء كومبليتلي، وشوفي هالصوره شو حلوه، بتقطع بالاتاب اليمين هون وهلا على الشمال كيف بترجع. سو هيدي على اليمين شروشه او هي كلها؟ هي من بعد ما راحت وسكرت على حالها كومبليتلي بتصير هيك، وبعدين بترجع يعني سو نفسها بترجع 100%. هلا واحدة بعد اكثر من هيك، هي نوع كمان ليك المنظر، يعني بتحس انه هون وصلت للموت يعني بالصحراء. ايه انه مبينه جافه كليا 100%. بعدين في عنا هيدي نوع قريب على الموس اسمها سيلاجينيلا. هيدي كمان هي اسمها بسموها روز اوف جيريكو بسموها، بس انه هي معروفه كمان بالريزوركشن فيرن، يعني هي مثل الفجار اللي بترجع من الحياه يعني. ليه طلع كيف بتصير فيها الفكره؟ بتصير شو بتضب يعني؟ بتضب كومبليتلي. شو حلوه. وقد ما هيدي مستعمله من زمان كثير، وحتى المسيحيه باوروبا كثير بيستعملوها، بجيبوها على باك او حتى على نويل وبتضبوها بالخزانات عندهم. اذا عرطوبه اخذت كم نقطه مي وفتحت بيعتقدوا انه السنه حتكون كثير حلوه بعدين لهم. نايس. فهيدي السيلاجينيلا اللي عم نشوفها هلا انا هون. شو مين هالمعاني؟ دائما هيك، ما هو كثير من النباتات تسموا قبل من ناس او هند او كانوا في منهم كثير كانوا خوارنا جزويت وسموهم. هلا رح فرجيك اكزامبل بعد شوي بدنا دقيقه نحكي عنه، فبس تقول لك هون ليكي كيف تفتح هيدا مسرع السيلاجينيلا. فعلى بكفي نقطة مي وبترجع على الحياة يعني. أنا أكيد هون مسرعة. هلا بعدين إذا بدنا نجي ناخذ نبتة ونحكي عنها عن الفصح. و إيه هلا هون لازم نحكي عنها كثير، لازم نفصل عنها. أكيد هيدي النباتات اللي حكينا عنهم قبل في منهم بركي كانوا موجود بمناطقنا، وإت ميك سنس أكثر إنه يكونوا نباتات الفصح. الباسيفلورا لا. باسيفلورا في خورة هلا ما بعرف إذا حافظ إكزاكتلي السنة، بس الميموار تبعي بتقلي 1609 ويمكن كان اسمه جاكومو بوسو او شيء هيك، مش اذا غلط. من اي منطقه؟ من هو هلا هو هلا هو لا هو اسباني. أوكي. بس كان عم يدرس الفصح. وبيقولوا انه كان عم يلاقي كثير صعوبه يكتب، كان اطروحه او شيء هيك، وحدا بجيب له من مكسيكو هيدي النبته. سو هو لما اطلع عليها هيدي النبته سماها باسيفلورا او باشن فلاور، على عكس ما مفكر. ما عم نحكي عن الباسيون الحب هون، يعني لما نحكي عن الباسيفلورا بكون عم نحكي عن زهرة آلام المسيح. أوكي. لأنه هو شاف كل آلام المسيح بهيدا النبتة. رح بجيك هو شو شاف. أول شيء الباسيفلورا بتعطي فواكه، إذا مقصوص هيك مثل ما عم نشوف مبينة كأنها الكاليس يعني مبينة. سو هي الباشن فروت؟ إيه الباشن فروت هي فاكهتها للباسيفلورا؟ 100%. هون إذا تطلع عليها من فوق مبينة كأنها الهولي جرال يعني الكاليس، مبينة كيف عرفتي هون قدامنا. من بعدها إذا بتطلع على الزهرة، هو هون شاف كل شيء آلام المسيح. أول شغلة إذا بتطلع هلا هون طلع وين حطيت الفلاش من برا، هن هول الفيلامون رقمهم 72 ألوانهم أبيض وموف مثل الجنة والطهارة. بعدين بنطلع هون في عنا الثلاثة من بس الموف كأنه يسوع مصلوب على الصليب. هون عم نشوفها قدام. تحتها في الخمسة الخضر هيك الخضر. يلي هن ستيغماتا اسمهم، هول الخمسة جروحات يلي معروفين كمان يعني. هو كل شيء شايفهم بيرجع فيه. إذا بتطلع الزهرة
عادة هون في العشرة هو اللي من برا. يسوع كان عنده 12 رسل وفي اثنين يعني واحد نكره وواحد خانه بهالجمعة. صح. سو بقى 10 هون كمان كان له. مش بس هيك راح أكثر رجع شاف أنه هون عم فرجيك كيف كأنه يسوع مصلوب على الصليب بالباسيفلورا. بيرجع نطلع هون الورقة تبعها شوي مروسة مثل كمان الرمح. اوكي. وهون كمان هي الفري تبعها اللي هي بتساعدها الهنبتة للتعربش. تعربش. هو شايفهم كأنها الفلاجيلاسيون يعني وقت كنا كمان عم ينجلد يسوع. فبسبب كل هالأساس هو اطلع عليها وقال هيدي النبتة بنسميها باسيفلورا أو زهرة آلام المسيح. ما لها علاقة بالباشن هون الحب يعني. هلا هو على كل الميلات هو عم نحكي عن حب كبير يعني. فبعدين رح نروح على نبتة كمان تانية اسمها الكورنوس. لما منشوفها كتير حلوة هون عم نشوفها قدامنا. فمن بقى هيك بتشوفيها كزهرة. هلأ بعدين زيت الموضوع اللي حكيناه قبل كتير هي وين ما كان برا بتستعمل ديكوراسيون كمان أو أحد الصليب هيك. هلأ بتطلع من بعيد بتفكريها وردة أو شيء عادية بس منطلع قريب عليها كمان زيت الشيء هون إذا بتشوفي أول شغل الزهرة طبيعياً هي فيها أربعة مثل صليب وبالنص الكوران تبعها مثل الكوران كمان الشوك يعني. حلو. بيرجع كمان فيها شغلة كتير حلوة اللي هن إذا طلع تراويفة للزهرة. إيه شفت مثل الغميزات. إيه هول كأنه مسامير ومضروبين منها. مقدوحين كأنه. 100%. وبيرجع هي هذه النبتة من بعد ما تقلب الزهرة بتعمل بارز لونه الأحمر. سو كأنه دم المسيح. حلو. فمشان هيك الكورنوس كمان. كورنوس. تستعمل كتير. أنت وين من لقيها هذا؟ هلا نحن عنا منها كتير بلبنان بس مش اكزاكتلي هي أكثر موجودة بإنجلند وأوروبا هي معروفة هونيك. فنحن وقت بنحطها باللاندسكيبينج شجر وهيك. والباريز كنت عم اقول لك عنها مثل كانها دم المسيح مشان هيك كمان هلا هي بالانجليزي معروفه كثير دوغ وود وفي ليجند بخبروها بانجلند اسمها ذا ليجند اوف ذا دوغ وود كان بيحكوا كمان كيف هيدا الشجره لانه انصلب على الخشب تبع سيد المسيح بس انه مش ما راح نعيدهم كلهم لانه اكيد فهي الفكره منها مش بس انا حبيت فرجه انه كيف هالزهره رح ارجع احط الصوره اللي قبل انه كيف هي صليب كاربعه وجواتها فيها الشوك هالرموز شو واضحين بكل اللي قطعوا مارك صح ثانكس مارك بعد عنا ما تعتلهم يلا بعدين في عنا الإيريس كمان الإيريس منشوفها كتير كمان بترمز لهيدي الجمعة حتى بسموها بالإنجليزي سورد ليلي يعني كأنه هي تشبه شوي مثل كأنها يعني شو اسمه السيف يعني. فكمان بترمز للعذراء عم تتألم وفي كتير نباتات بترمز للعذراء عم تتألم على الصليب رح فرجي منهم السيكلاما أول شغلة معروف الاسم العربي تبع السيكلاما عندها شي 16 اسم بالعربي واحد من أساميها هي بسموها يعني البخور مريم بالعربي أول شغلة الورقة تبعها هي مثل قلب إذا منتبه فبيرجع زهرة تبعها على تراويف أو تحت دائما فيهم أحمر مشان هيك دائما بيرسموا السيكلاما حد العذراء وحد يعني كأنه القلب تبعها عم بيتألم هيدي الفكرة منها وخاصة أنه هي الورقة مثل القلب وفي كتير سيكلاما فيهم أحمر على تراويف فمشان هيك كمان نشوف كأنه هيدا حتى البيض بنشوفهم أغمق 100% للكعب صح بعدين فرجيك بعد شغلة مهمة يلي هون هيدا نوع صفصاف بسموه كمان بوسي ويلو لأنه كل كنا عم نحكي بالأول الصفصاف كتير مستعمل بالديكوريشن لدرجة أنه ليه لأنه الخشبة على الفصح تقريبا بتبلش هالزهرة تبعها حلو فهون بهالوقت يعني بهالوقت مشان هيك في كتير بلدان على ما عندهم بالمز وما عندهم زيتون على الشعنينة بيستعملوا صفصاف وبيمشوا فيها مثل ما مفرجي هون وآخر شيء رح نحكي عنه هو الكوكليكو الكوكليكو بكتير مطارح بيرمز لما احنا نكون عنا ارض وخاصه اذا صار فيها هيدا كثير صارت باوروبا من بعد الحروبات ان كان ووترلو بعدين الحرب العالميه فالاراضي اللي بصير فيها معارك كثير كبيره وبتنترك الكوكليكو بترجع فيها فمش وهي بترجع حمراء كثير 100% فبترجع مثل شوي كمان كانها فيها دم يعني هي. فمشان هيك هي كثير دائما خاصه مثلا بعيد جميع القديسين او ليتذكروا الاموات تبعهم دائما بيستعملوا الكوكليكو. كرمال هيدي القصص وهي واحده من النباتات المستعمله على الفصح اكيد كمان كانت كثير حلوه هالجوله مارك ميرسي انا بعيدك وبعيد كل مشاهدين اللي عم بيعيدوا عيد الفصح بكرة رح ناخد بريك ومنكفي برنامجنا